خوتي السلام عليكم، انا اسمي اوراغي مصطفى، نسكن في ولايه البليده، اقطن في مدينه ولادي عيش. عايش عند خالتي. ملي كنت صغير وانا عايش عند خالتي، لا ام لا اب لا والدين، خاوه ما كاش. ملي كنت صغير حليت عيني على الدنيا هذه، ربتني خالتي هذه اوراغي خوتي ما مسكينه، بدات تقري فيا بشويه. انا انسان شويه لحقت انا ساتها، بغيت نعرف صوالحي، بغيت نقرا، تبعت تكواطي مشي كواطي. سختي خالتي بكلا يا خالتي هذا اوراغي شكون وانا شكون وانتيا شكون، فاهميني شكون. بديت نعرف صوالحي وانا كنت نقرا مليح. انا خالتك وانت وليد اختي. شنو خالتي؟ ملي كنت صغير انت عايش عندي، جبتك تعيش عندي. فهميني دوكا خالتي ولا يما، ما فهمتش انا حبيك دوكا، حبس مخي. انا خالتك. كيف خالتي 15 سنه وانت تكذبي عليا تقولي لي خالتك؟ ماشي نكذب عليك، على كاش نهار حسستك بلي ماكش وليدي و ما حسستينيش، بصح شغل هذه لا فيريتي كنتي تقوليها لي. ما حبيتش نقول لك جاب يوم الوقت اللي قلت سما كي حاولت نفهم انا باش قلتي لي، ما قلتيليش من راسك. او جا الوقت اللي قلت لك فيه هاك سمحت لي. طحت انا على لاكاس سرق الدار في الحقيقه. انا واحد صاحبي وهذا صاحبي راه في فرنسا وراه ماري داروا له تاويل. سرقنا دار، دينا السيد دينا لو قادوزان وقال منا السيد هذا قولوا لي تحومه شغل دار معنا شويه، كي وقفنا في دار شراه نكذب عليك. فطرت انا صابوني هكا والناس اللي معايا هكا، الناس اللي معايا ما نكذبش عليك جابوا عامي كذا، انا اللي حكموا عليا بزاف، حكموا عليا 7 سنين، حطوني انا رئيس عصابه وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا والو. حلينا دار دخلنا دينا دوزان. واش كاين؟ بابا وانا معاهم. عندك روتين راهي واش حنوني؟ ايوه صبر يا بس خويا، شنو بس خير؟ لا لا الله الحمد لله، الله الحمد لله. انا الحمد لله يا رب. انا مع ربو اني زغط مني راحو شريك اليوم روحو روحو روحو. واش كاين؟ حلبونا ما كاينش كان والو لاباس، حلبونا اخوكم زوالي كبيرة عليك يا خويا. كبيرة يا ودي كبيرة نقدروا لها بغيت نجملها. يلا يا ودي باينة باللي بونس نجملها تا وتنخلع. هي اللي شطارتك في التيرة هادي انا عارفاش نخدمها. هي هي اللي قولها لي، اللي قولها لي ماش اي خلاص يا درام. الا في درام حاجه شابه فونس ما عندناش كاع مشاريع. ندخل تنخلع كيف ندخل بن ارقاز الله سمعنا. روحوا نتكلوا على ربي، تكلوا على ربي. اه يا سيري لي واش واش كاين؟ اكتيف يا اكتيف. المهم حكموا عليا ب7 سنين، قلعت اخدم، عامي طبع، عام خالاتي جو ليا من ذاك مسكينه خالتي ب3 سنين ما تجيش ليا في الصحراء بزاف عليها. نكذب عليك اقسم بالله ولاد كي تجي ليا يعيطوا لي باروار نقول علاه جيتي يا خالتي، علاه خليني راني مع حبسي راني خليني ما تجيش ليا مسكينه هكاك وتجي بشويه 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 بشويه. خرجت الدومين هناك، معليش خرجت الدومين هناك من قلت انا كنت مزيد ربي تزاد. خرجت برا اني ندور برا، حليت باركين، خدمت البلديه. واش يما؟ واش هاك شو حتى لدوكا بس نقول لك يما ما نقدرش لا ما نبدلها ولا ما في قلبي شغل يما ما كاش خالتي ولا بس انا صح يماك معليش ما نخاف نسيت جيت ليك دوكا باش تعاونيني فعد شغل ان شاء الله ما تردينيش.
ليه هو شنو؟ انا دوكا انا حاب نعرف شكون باب، نعرف اسم باب ولاقبو. على بصحته تعرف علاه ما موش عاجبك لاقب تاعي؟ يبدي ماشي كيسيو موش عاجبني دوكا، انا حاب نعرفو. انا دوكا بانت لي نعرف اسم باب ولاقبو، بصح راني مدت لك اللاقب تاعي على حتى تعرفه. تكسر راسك في باطل. جاش نكسر راسي ولا دوك يا دوك؟ انا راني حاب كي نتزوج ولادي نعطيهم اسم بابا. من بعد نحوس لك على عقد الزواج ونشوف. يا خلاص ما تنسينيش، خليني نحي هذه الامور من راسي كاع. ان شاء الله هي ما تكسرش راسك، بصح معليش كيما تحب. هاي خلاص ماشي. هاي واه واش دير برشا شتهم مبارح مع جيرونا؟ دخلة جيرونا الاولى ليسونسي. عندي واحد البروغرام راني حاب نريقلو بالخميس. شي مشكل؟ اه مش نروح الشيخ باب راك تعرف. ماشي مشكل نجي معايا؟ نجي معاك ماشي مشكل. ماشي مشكل نجي معاك. خلاص نعيط لك ونروح. اه ان شاء الله. خلاص ما كاش مشكل. ماشي مشكل مريقله. الله يحفظك. ان شاء الله الله يحفظك. جبت لادريس وكذا، عرفت واحد صاحبي قلت له تروح معايا لواحد المشكل. قال لي روحوا هبطي بو فيريك، هبطي بو فيريك راني ندور. طحت عنده سواسوا في الدار خويا. السلام عليكم. تقدر تخرج لي مرتو الزوجه؟ قلت لي خويا نعم. قلت لها جيت نحوس على معمر. قلت لي انت شكون؟ قلت لها راه هنا. قول مصطفى جاي حوس عليك. عباكي قالت له مصطفى خرج يجي. اي السلام عليكم. شكون لاباس؟ مولاي بيتك هنا؟ انا قولي له مصطفى. مصطفى؟ اي هو يعرف. مصطفى الله وبحمد. يا الله روح نشوف بعدين. مصطفى هم عليك. سلام الله بركاته. كيف حالك؟ واش راك خويا؟ لاباس 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 الحمد لله لاباس الحمد لله. جوز هاي خويا جوز. هاي جوز يبدا يروح دخل السلام. اه ثاني جاي. لاباس لاباس الحمد لله. بورتون تاتيس لما شفتو ما يعرفني ما نعرف. قسيم بالله كي قالت له مصطفى هو كي لحق لي الباب كي حل الباب قال لي يا مصطفى قزرتي. قلت له مصطفى قسيم بالله. قال لي تفضل تفضل. من جات مرتو هذه خالتي فاتحه ما عليناش. قال لي يا مصطفى خير ما جابك. قلت له الشيء قال تقول لي خير ما جابك. قلت له باين على جيتك انا. قلت له شكون ما جيتك باش نورث معك. قلت له ما نكذبش عليك. قلت له ما جيت باش تعطيني، جيتك انا صحح لك وقتي قدام الناس. قلت له نوصل حتى ويما الله يسهل واش كذا الله يسهل. انا اعطينيك واعطيك قدام الناس خليني نروح غدوه نحن نتزوج على روحي. ام وليدي يرفد اسمي ما يرفد اسم يما. باش ما نبقاش نحكي له نبقى نحكي له ونحكي هاي فيها بزاف. قال لي يا مصطفى نقول لك حاجه اقسم بالله يا خويا حسام الهضره اللي كان حيهضر عليا انا كان دخلت في راسي طبيتها وخلاص وعرفت بلي حيقولها لي. قلت يا ربي ان شاء الله ما تكونش هي. قال لي يا مصطفى نصحها. قال لي تمشي وليدي يا مصطفى. يا ربي يا الله واش راك؟ الحمد لله. واش راك وليدي؟ واش راكي لاباس؟ والله غير الحمد لله يا ربي. الحمد لله كبر كبر الصباع. الله يبارك. خير ما جابك؟ خير ما جابني يا بون. ما جيت طامع في دراهمك ني في والو. جيت ليك باش تصحح لي لاقبي باش نريق لك وقتي. صح عليك لاقبك؟ ايه. وليدي مانيش باغي نزيد نشوكيك. تا ماكش وليدي. شنو؟ ماكش وليدي. مانيش وليدك؟ كنت حاسب اللي تقول لي مانيش وليدي تاعي، بصح عندي عقد الزواج انا. واش نقول لك؟ انا ما تسالني حتى حاجة. معليش. معليش واش راني سحق عطيلو. معليش انا باش نهني ضميري، نلاقيك مع خوالي وجدي. بزاف خلاص. مش غنقول لك خلاص. انت نعوض لي دوكا نشرب شي حبات حمراء ومول نشرب بلاك خذ لنا دوكا نشرب نكيف مطرك شيرون. وتامن يا حسام في حياتي ما بعت قرو شيرا. حسام في حياتي ما بعت قرو حبه هكا دول الناس. في حياتي مش راني عارف انايا غير تا خدمه وكومبيليزون. اقسم بالله يا حسام هذا حال انت تكتب انا ستيكيت وكا حسام شنو نكذب عليك هاو تفيل معايا يقول. المهم يا حسام نطقت مرتو واش قالت له؟ والله يا حسام قلت له يا معمر هذا تصور ولكش ما يسال عندك اعطيه وليس عندك اطيرو. قلت له انا ما على باليش واش كاين. قلت له والله ما يسال عندك اطيرو. قلت له معليش المهم انا كنهضر معاه. قلت له شوف يا معمر واش غنقول لك. قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. قلت له والله ما نسمع لك حتى وكي تموت. اش
كي تموتوا ما نسمعلكش وسلام عليكم. كي لي قال خلاص واش ليا وكا هاني قاعد كنت قاعد فوق جمره تقولي قاعد فوق جمر بزاف ايه. قال لي مصطفى وقت نديروا حاجه شابه قال لي ايه تو نهار الاربعاء نجي نديك من دار خالتي. انا حبيت واش ندير حبيت قاعد نحطهم قدام كاع الامر الواقع كاع خالتي كاع وجدي كاع جدي كان مازال ما مات عنده 3 سنين ملي مات. قال لي صافي نهار الاربعاء نتلاقاو. لا قلت لي اربعاء قضى جيت سنيتو انا طلعتو للدار هو يتمشى مليك وانا نتمشى منها ما كانش كاع شون تاع اب ولا انسان يهضر صراحه كثر ما ربانيش كنت ندير الشرف العجوزه وكنت نقول ايه. حقنا خالتي جاي سنه وجدي خالي عندي خوالي ثاني اخوه يبيعوا المهم قعدنا انا مشينا كنت حاب نسمع هذيك الهضره اللي قالها لي قدام خالتي. انا باقي داخل باطي ما خارج طالع هابط عيطت لي خالتي قلت لي مصطفى روات معاه بداو يهضروا معاه نطق جدي قال له يا معمر خير انا زوجتك بالطفله قال له عندك عقد زواج ها ورا قال له ها كلش عند مصطفى قال له درنا لك حلال قال له تا رحت للحبس كي قال له هكا قلت له حبس دقيقه تشد بلي انت داخل الحبس انا وليدك داخل الحبس راني جايك واحد الموضوع يا حسام واعر بزاف. المهم جدي وش قال له واش غنقول لك قال له هذا الطفل راح يوقف لك فيه كل مضرب هذا الطفل تشوف فيه قال له غير وقعد نروح الله يسهل عليك قال له الحمد لله قال له ارضنا قال له انا ما خل... قال له احنا وليد بنتي انا ما خليهاش انت خوالي مليك ثاني قالوا له هكا ما ريناش نتقل يا زهره مصطفى مش وليدي هذه خالتي اللي مربيتني كبيره كاع هذه اللي نروح لها انا عليها ورات عليها زد جبت 7 سنين خويا حسام خرجت 2019 حسام خرجت ديسمبر 23 ديسمبر 2019 هبطت مشي وليد حسام قاعد برا 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 بندور ونطرطق سومبيتي حسام خلاص تقبضني ما تقبضنيش خلاص قلت انا هذيك يا بلاصتي الداخل ما نتلاقى مع الناس لاباس نتلاقى غير مع الناس احكي وكور وخلاص راك تعرف هذه لاكاس الحومة جا لي ثانيك واحد يد حومة يسكن في التروازيام يطلعش قال لي يا مصطفى كاينه دار من هنايا انا كنت عساس الباركينغ هو مدة تقريبا 15 سنة وانا نبات البارك ما نكذبش عليك عندي كار ما تمشيش نبات فيها ما بتعرف يجوا ليها غير مش يجي ليها امام ولا يجي ليها باينين شكون يجوا يا خويا قعدنا ايام وحنا ثما يوم يا مصطفى انا خدمو افر شابه انا خدمو ثم انا خدمو امر شابه حنا ثلاثه يا خويا هنا صارت الحيله قالوا لي كاين افر قلت لهم يا صح داوني شفت هذيك الافر قلت لهم يا خوتي خلينا منها انا مع البارك ريال بارسا تفرجوا لي الماتش تعرف اي اسمع بك جايتي اكشو نقول له يا الافر من كان اي حقا مصطفى كاين واحد الدار لامبوست تحته وين يسكن عمي موحى بيسري هذا صح تحته لامبوست ايه سيبو عرفت كاين واحد الفيلا تما داخل دار جمال لا لو ايه جمال عباك بلي هم يبيعوا طوموبيلات كهراي تدفق عندهم عباك غير لافير حبينا نخدمها انا مع الاخر مشاو لنا كنت تعرف هادو صوالح كيف نديروا لها ديتو ما دار جمال سبقتوني ليها ما دار باطين مالحومة كاع كاميرا تما مصطفى يا رب عندك وكان صدمنا ورحنا يقول لي رانا رحنا فيها ولا ما عجبش سما عنده الحق ما كان لا ايه راه حق كاميرا هذيك الحومه سما انت رحت شفتها لا دوزت عليها انا حتى صافي لونتي منو فتح نخدمها عرفتها واش من الدار ايه دار جمال اللي نعرفها نعرفها السيده وانت كيف يبيع ويشري كرارات ماشي داير كاميرات يا خمم شويه اخويا شفتي في درا احنا كنت حطب انا على راسنا بزي مصطفى اللي يعرف خطيف الله صافيك ما كان لا انا خدموهاش هذيك الاخر خدم بالحبس على جا شويه دراهم ما تحضر فيها كاميرات خويا باين بلي سي صافي لونطوم اللي خدمتها انا هذيك الدار الريس فمك باش تفهم حاجه شابه في درا خلينا منها كامل يا خلينا منها تاع الصاف تريسكي تريسكي لا لا فيها كاميرات غير خلينا مصطفى يعرف يدور دار يدور في الحومه ويعرف لي زونفيروم ليه نو داير من الحومه من الالزير خلينا منها يفاصل فوق انا في اللي قلت لي اخدم تاع وحدي والله يا حوجه خدمت تاع وحدي بدا من نو هما راحوا لي صابوا الضوا وراحوا بدلنا وش ليها Thank you.
غاد من ذاكو ما عاودوا ولاو ليها، كي ولاو ليها سحبوا لهم لابوليس طرد قديهم جبدوني انا ما خدمتش معاكم ما سرقتش معاكم سرقت واحدي. طلعنا جنايات دينا لهم القاش دينا لهم الجواب تعرف طلعنا جنايات انا قعدت 10 وانا الوشاشي قعدت كنت البحر مخبي ما عليناش وانا سلمت روحي انا طلعت لهم في سيمتوم رحت لهم يا خويا طلعنا للحبس من طلعنا جنايات قضيه الاولى جنايات زوجة جنايات تبع الاولى جنايات والزوجة جنايات حكموا لينا واحد حكموا لي بثلاثه واحد بربعه وانا حكموا لي بسبع سنين قد النهار يا حسام داوني لغواط انايا جات كومبا داوني لغواط ضربت هذا العام في لغواط عيطوا لي من عند رئيس الاحتباس يا مصطفى كان واحد راه يحوس عليك ايوا شكون واحد هذا كنا بالك مش انا عارف انا بالك جابوا واحد يتحومه بالك كذا بالك كذا هبط بست البينالتي اي هبط كي لحقت قال لي شاف مصطفى من رئيس الاحتباس قال لي الانسان يحوس عليك قال لي روح سيلو مليك وقصه قال لي مصطفى عرفني شكون انا فعرفتك قال لي قول وقف بالله عرفتك شو انت فارس قال لي شو انت امين قال لي شو انت بابك بابا قال لي ايه شو كيف قال لي على بالي بلي راك انا بالحبس قلت له غير على بالي بلي راك انا بالحبس فبالك بلي انا اخوك قلت له احنا خو قلت له انا اخوك قلت له سامع بلي بابك مزوج البليده قال لي ماشي سامع كاع بالقصه هذه قلت له شو غنقول لك قلت له وين تخرج زياره قال لي مصطفى نخرج بلاتني قلت له صح قلت له انا يا دوك نعيط لخالتي نبعث لها ميساج تجي ليا ونتلاقاو كيف كيف البروا باش انا حاب نهضر وهاد الحضره هذيك هي الهضره خلاص لازم نهضرها ما فيهاش صح لحقت السبت الحال جا ليا وين الصاله تاعي ما نكذبش عليك وانا من نهار اللي عرفتو بلي خويا حسام اقسم بالله يا حسام جبتو اللي عندي للصاله عطيتلو بلاصه طليتيه ما نكذبش عليك حابسه يا خويا حنا خرجنا البروار نسيب خالتي من هنايا ونسيبو يماه وباباه وخو صغير خويا يرحم يمك امين شفتو تليفون قصر مع خالتي باك طريق طويله لحقت واش قلت له حسام اقسم بالله يا حسام قلت له مصطفى راي قال لي واش مصطفى كيفاش راك لاباس صحه لاباس تو حنقول لك حاجه برك انا من جهه لاباس راني لاباس فاش وليدك اللي ربيتو ودايرو على اسمك ملك تو في الحبس هاو روح فاش اللي ما ربيتوش ثاني راه في الحبس كيما حنا كاع خاوه تو برك انت ليش شوف واك دير شو راني بسبع سنين راني بسبعه وتسع سنين قال لي مصطفى نتهلا فيك واش تهلا فيا عرفت تمسخر بيا وقلت لي نتهلا فيك تو فاهمني كلمة هذي نتهلا فيك برك هذا المكان فاهمني فيها برك تعقل من جوش يهضر مرتو خالتي فتيحة انا حاتو تليفون مرتو حنين عليه ما نكذبش عليه اقسم بالله قلت يا مصطفى حنقول لك حاجة قلت له وشنية قلت له بلي شي حد تقولي لي على امين قلت انا الدنيا قراتني شعري ما رقدتش نص شعري شايب ايه قلت له بلي شي حد تقولي لي قلت له سقسيه يقول لك قلت يا مصطفى مهما كان راه خوك هي باش قالت لي كلمة مهما كان راه خوك انت كاين واحد الهضره دارت منا تو واش غنقول لك خالتي فاتحه ولا خصاتو حاجه واش غنقول قولي ماشي مليح قولي واش حبيتي هو كان مضرب عني بحق على ربي هكا كوراني مزيت نسعى يا حسام مش هاني قاطع عليا والله ماني قاطع عليا واني مره طلع بكا باش نصحح فيك واعطي طلعت الوكيل الجمهوريه واش قال لي قال لي يا مصطفى مكا قال لي احنا نجيبو نردك على اسم بابك وصح انا بوك بابا يما ميته مش مطلقها بابا مش مطلقة مازال على اسمه ولا كلش على اسمه كلش رجله عائلة متزوجة برك هو ما فهمتش علاه نوصلو ميساج واش نقولو ربي يهديك انا ولا غراني مسامح لك شوف واش صرالي كاع وجوز حبات وجوز 19 سنة راحت في عمري وانا شهر في عمري 44 سنة ميساج غنقولو كنت موكل عليك ربي كنت عندي حاجة من جهتك وكمان عندي حتى حاجة من جهتك وراني مسامح لك وماني مسامح لك تعطيني والو اللي تعطيها لي خليها على عمرك هاك وليا ولي راهو يشوف فينا وراح يقول لك حاجه هكا عيانه من جهتنا وش راح نقول لك ربي هذه الدنيا هذه الدنيا وش راح نقول لك اليوم عليا وغدوه صح اليوم عليا وغدوه وربي يجيب لنا الخير ان شاء الله وربي يهديني ان شاء الله قد حاجه واحده يعني احنا نتزوج ان شاء الله انا نطيح في النوب انا جبت ست طفيله انا نستبيت ان شاء الله ولا كتب لي ربي ندير الدار ولا ما كتبليش انا راضي واش طاني ربي واش طاني ربي كاع راني راضي ولا غير كاع راني راضي والحمد لله.